وبدايتنا من أخبارنا المحلية، واتحاد الكرة يجتمع بالأمن لمناقشة الاستعداد لمباراة غانا. يعقد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة اجتماعنا اليوم مع اللواء عادل رشاد مساعد وزير الداخلية للأمن العام في حضور ثروة سويلم المدير التنفيذي للجبلاية، من أجل تنسيق للنهائي مباراة منتخب مصر أمام غانا والمقررة 13 نوفمبر في الجولة الثانية لتصفية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. ومن المنتظر أن يتقدم اتحاد الكرة باقتراح لعمل استمارات لدخول الجماهير للمباريات، كما حدث في تجربة مباريات الأهلي والزمالك وتوزيع هذه الاستمارات، حيث اهتم اتحاد الكرة اهتمام كبير لمباراة غانا التي تحدد موقف المنتخب بنسبة كبيرة من التأهل للمونديال. جامبي باكاري جاساما يصل القاهرة الجمعة لإدارة نهائي إفريقيا. يصل الحكم الدولي الجامبي باكاري جاساما إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل لإدارة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك وسان داونز الجنوب إفريقي، والمقرر إقامتها 23 أكتوبر الجاري بملعب برج العرب بالإسكندرية. ويعاون جاساما في إدارة اللقاء كل من البوراندي جان كلود والكيني إيدين رانجي والحكم الرابع الجامبي باكاري كامارا. ويدخل الزمالك معسكر مغلق غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة سان داونز بعدما خسر لقاء الذهاب السبت الماضي بثلاثية نظيفة، ويحتاج الفوز بفارق 4 أهداف للفوز بلقب البطولة. وإلى القلعة الحمراء، والأهلي ينفي فتح ملف التجديد لمتعب وغالي في الوقت الحالي. نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي دخول جهاز الكرة في مفاوضات مع حسام غالي وعماد متعب لتجديد عقودهم في الوقت الحالي، وأكد أنه لم يتم فتح ملف تجديد عقد أي لاعب في الوقت الراهن، مشير إلى أن هناك متسع من الوقت للحديث في مثل هذه الأمور، بالإضافة إلى أن هناك أولويات يجب التركيز فيها حاليا. فيما طالب حسام البدري المدير الفني رفع مكافأة الفوز بالدوري والبطولة الإفريقية والفوز بثلاث مباريات متتالية مع مضاعفة الغرامة في حال الخروج من دوري أبطال إفريقيا وخسارة بطولة الدوري. وإلى سموحة، وسموحة يحفز لاعبيه قبل مواجهة المصري بصرف مكافأة الفوز على إنفي. قام مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر بصرف مكافأة فوز لاعبيه على إنفي في الجولة الرابعة للدوري والمقدرة ب 14,000 جنيه لكل لاعب، وكذلك راتب شهر أكتوبر، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة المصري البورسعيدي الخميس المقبل في الجولة الخامسة من الدوري. ويتصدر سموحة بقيادة البرازيلي فييرا المدير الفني جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة مناصفة مع الأهلي بعدما حقق 4 انتصارات متتالية على الشرقية ومصر المقصة وطنطا وأخيرا إنفي. مشاهدينا، انتهت أخبارنا المحلية. فاصل قصير ونروح لأخبارنا العربية.